استنعى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ببالغ الحزن والأسى الفنان الكبير صلاح السعدني الذي وافته المنية اليوم عن عمر ناهز 81 عاما. وتتقدم المتحدة للخدمات الإعلامية والعاملين في قنواتها الإعلامية وإصداراتها وشركاتها بخالص العزاء للشعب المصري، حيث فقدت مصر اليوم قامة فنية وثقافية كبيرة، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.